بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الرياضية الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم في الرباط، في المحمدية داخل مملكتنا المغربية الغالية أو خارج أرض الوطن، أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة المحمدية، وبالضبط من ملعب البشير، أين يستقبل نادي الجيش الملكي ضيفه الشباب المحمدية. 4 زهير مرور، 6 زين الدين الدراك، 8 خالد أي ترخان، وأيوب بلوشي الذي سيلعب بالقميص رقم 61. هذه تشكيلة نادي شباب المحمدية. وفي هذه الأثناء الحكم يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. على يسار الشاشة الجيش الملكي، على يمينها نادي شباب المحمدية، لقاء الذي يقوده الحكم نبيل برقية. هنا فرصة، إمكانية التصويب، التسديد، الكرة خرجت ركنية. ركنية لفائدة نادي الجيش الملكي. هنا اللقطة الماضية، تسديدة كانت المتابعة من حمزة بهاج. هنا فرصة، التصويب، التصويب بقوة في اللقطة الماضية، التصويب بقوة في اللقطة الماضية خارج الملعب، ركلة مرمى. كانت تسديدة خالد ترخان الذي لعب في الموسم الماضي معارا من الجيش الملكي أحمد حمودان. فرصة على الدين أجاراي، العرضية من أجاراي، لكن بوشتا ما زالت الفرصة متواصلة، إمكانية التسجيل، لكن الدفاع يتدخل، دفاع نادي شباب المحمدية تدخل في الوقت المناسب. كرة خرجت ركلة مرمى لسفيان برحو ولنادي شباب المحمدية. هنا الفرصة الماضية، هنا المحاولة، كان البحث عن زين الدين دراج، بعد ذلك وصلت الكرة لخالد ترخان الذي ضاعت منه الكرة بعد تدخل من حكم طلب مواصلة اللعب. وفي هذه الأثناء الحكم نبيل برقية يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين الجيش الملكي ينطلق الشوط الثاني. الحكم يطلب، ما زالت الفرصة مستمرة، يواصل نادي الجيش الملكي البحث عن الطريقة التي من خلالها سيصل لمرمى الحارس سفيان برحو في منطقة الجزاء. التسديد خارج الملعب، تسديدة منصف العمري. هنا اللقطة الماضية، العودة لسفيان. إسماعيل، التصويب، التسديد من إسماعيل يسكن الكرة الشباك. جول 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 جول، يمنح الأسبقية والتقدم للجيش الملكي في الدقيقة 70 بعد بحث طويل وبعد عدد كبير من الفرص. فرحة العشاق، فرحة عشاق نادي الجيش الملكي بهذا الهدف الثمين الذي نجح إسماعيل في تسجيله في الدقيقة 70. هنا اللقطة، هنا الفرصة، وصلت الكرة لإسماعيل الذي سدد بقوة مغالطا حارس المرمى سفيان الذي لم يجد أي حل مع تسديدة إسماعيل. كانت تسديدة قوية، كانت تسديدة بالدقة المطلوبة. إسماعيل، الحكم يعلن عن ركلة جزاء، الحكم يعلن عن ركلة جزاء لفائدة ولمصلحة نادي الجيش الملكي. فرصة ذهبية بالنسبة للفريق لمواصلة التقدم ولتأكيد التفوق وللاقتراب أكثر من الحصول على النقاط الثلاث. حرمات هو الذي يتولى مهمة التنفيذ، العميد حرمات، التصويب، التصويب، جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة ولمصلحة الجيش الملكي في الدقيقة 82. ينجح نادي الجيش الملكي
في مواصلة التألق وفي مواصلة التقدم في مقابلة اليوم. فرحة كبيرة لعشاق الفريق الذين يواصلون مؤازرة الفريق وتشجيع الفريق بطريقة ذكية وبطريقة رائعة. نفذ حرمات ركلة الجزاء لتصبح النتيجة هدفان اثنان مقابل لا شيء. ركنية، هنا تنفيذ إمكانية التصويب من زمراوي في منطقة الجزاء. الطيب بوخريس، التصويب حارس المرمى المهدي بن عبيد ينجح في التصدي. بن عبيد ينقذ الجيش الملكي من هدف محقق. يواصل التألق المهدي بن عبيد وينجح في التصدي. هنا الإعادة، هنا اللقطة الماضية كانت تسديدة النخلي، كانت تسديدة عزيز التي وجدت بن عبيد. بعد ذلك سيواصل نادي شباب المحمدية البحث، لكن كان التألق من بن عبيد حاضر. وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، الحكم نبيل برقية يعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز الجيش الملكي بهدفين اثنين مقابل شيء أمام نادي شباب المحمدية في الجولة الأولى من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. ينجح نادي الجيش الملكي بقيادة التونسي محمد نصر الدين نبي في ظفر بأول ثلاث نقاط في هذا الموسم.